عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة إيتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيت بالكساء اليماني فغطيت به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البهر في ليلة تمامه وكماله فما قالت إلا صغر وإذا بولدي الحسن قد أقبل فقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا بلدي ويا صاحبه ذي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا صاغا فإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا بلدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا بلدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء
فاقبل عند ذلك ابو الحسن علي بن ابي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا ابا الحسن ويا امير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب البائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتولى جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لهمهم لهمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مديا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها هم فاطمة وبعلها وبنوها جانم فاطمة
بی خودی نیز امام صادق علیه السلام فرمود من ادرک فاطمه فقد ادرک لیلة القدر. هر که فاطمه رو درک کنه شب قدر رو درک کرده. فاطمه جانم، فاطمه جانم، به بهانه حدیث کساب امشب گدای تو این بیمی جانم. فقال جبرائیل یا رب اتعذن لی انا بتل الارض لکون مهم سادسا. فقال الله نعم قد اذنت لك فهبت الامين جبرائيل. وقال السلام عليك يا رسول الله على علي الاعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحيه والاكرام ويقول لك وعزتي وجلالي اني ما خلقت سماء مبنيا ولا ارضا مدنيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري الا لاجلكم ومحبتكم. وقد اذن لي ان ادخل معكم فهل تاذن لي يا رسول الله. جبرئیل اجازه گرفت فرود اومد خدمت رسول خدا رسید عرض ادب کرد عرض داشت خدا سلامت میرساند. فرمود ارچا فریدم به خاطر شماست به منم اجازه داده بیام با شما باشم. یا رسول الله آیا شما به اجازه میدید یا نه؟ با این که از خدا اجازه گرفته تا رسول خدا اجازش نده وارد نمیشه. سیدا بچای فاطمه اونا نجیبا اجازه که نگرفتن هیچ هیزم آوردن در خانه فاطمه شاتش زدم. هنوز در نیم سوخته بود مادرتون بین در و دیوار صدای نالش بلند شد بابا. هاکدا یفعل به حبیبت کرد و ابنتک. بابا ببین با دخترت چه کردم. از لگت سران بیت مرتضارا در شکست هم پسر مقتول شد هم پهلوی مادر شکست. کار فاطمه رو به جایی رسونده صدا زد فز منو بگیر به خدا مرسمم و کشده. زهرا قال رسول الله
و علیک السلام یا امین وحی الله انه نم قد اذنت لک فدخل جبرائیل و من آتت الکسا فقال لابی ان الله قد اوخا الیکم یقول انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس علی البعث و یطهرکم تطهیرا فقال علی لابی یا رسول الله اخبرنی ما لجلوسنا ذات الکسا من الفضل عند الله فقال النبی والذی بعثنی بالحق نبیا واستفانی بالرسالة نجیا ما ذکر خبرنا ذات فی محفل من محافل اهل الارض و فی جمول منشیتنا و محبینا الا و نزلت علیهم الرحمه و هفت بهم الملائکه و استغفرت لهم الى ان یتفرقوا الحمدلله الان ملائکه دورمونو گرفتن دارن برامون طلب مغفرت میکنن فقال علی اذن والله فزنا و فاز شیعتنا و رب الکعبه فقال النبی ثانیا یا علی والذی بعثنی بالحق نبیا و استفانی بالرسالة نجیا ما ذکر خبرنا هذا فی محفل من محافل اهل الارض و فی جمع من شیعتنا و محبینا و فی مهموم الله و فرج الله همه و لا مغموم الله و کشف الله غمه ولا طالب حاجت الا وقضى الله حاجته وعده رسول خدا وعده خود خداست و وعده خدا حق فقال علی اذن والله فزنا و سعدنا و کذلک شیعتنا فازوا و سعدوا فی الدنیا و الاخره و رب الکعبه و